الهيلينج تول. الهيلينج تول ليها كذا مودن. اول مودن منهم ده هنكليك عليها اللي هي السبوت هيلينج. السبوت هيلينج بتشتغل اوتوماتيكلي. يعني هقول لك برضو انا عندي مشكلتين مع الايمج دي. اول واحده فيهم الكوبي رايت تحت، تاني حاجه ايمج الصوره نفسها عمرها 600 سنه تقريبا، ففي ديفوهات ابتدت تحصل فيها هنا وهنا. انا هصلح ده بس، هاخد الزوم تول بتاعتي وهاجي على اريا زي ما انت شايف. انا عملت دراج في شكل مربع، بمجرد ما هسيبه هيبان لي الاريا بس، وهي واضح في النافيجيشن ان انا فين، انا هنا في الحته دي بس. اوكي، لو انا عايز اغير الاريا دي زي ما انت شايف الديفو اهو موجود. الهيلينج براش تول انا قلت لك ان احنا في السبوت هيلينج براش تول، تمام. يفضل ان انت تصغر الحجم بتاعها شويه بحيث ان انت تشتغل كويس، تمام. هي بتسامبل الكالر اللي هي هتصلحه اوتوماتيكلي، فده مش شرط ان يطلع عنه نتيجه كويسه، تمام. انا بحاول ان انا اصلح الاريا دي، تمام. انا هعلمها كده كلها كاني برسمها، تمام، وهشوف ايه الريزولت اللي هتطلع. اوكي، ريزولت مرضيه بنسبه ما. ليه؟ هقول لك ليه. لان احنا الكالرز اللي حوالينا من هنا شبه من هنا، فهو قدر ان هو يحدد انا عايز اعمل ايه، تمام. انا هكتفي بالقدر ده دلوقتي، واعتبر ان انا اللي عملته ده كويس، تمام. وهروح للكوبي رايت. الكوبي رايت عباره عن اريا. انا هاخد من النافيجيشن، هاخد الزومنج زي ما انا، همسك المربع الاحمر ده وهاجي بيه هروح جاي على الاريا دي. انا لسه مع السبوت هيلينج، تمام، وهبتدي اشتغل زي ما انتم شايفين، لان اللونين مختلفين، تمام. ابتدى يعمل لي افكت غريب شويه. اوكي، طب ولو جيت ابتديت اسامبل اكتر من كولر، تمام، ده اللي عمال بيحصل كل شويه، مش كل مره السبوت هيلينج هتنفع. طيب انا هرجع لحد هرجع مثلا لحد هنا، هنا كمان. اوكي، هنا كويس او هنا كويس. اوكي، انا هنا انا ابتديت السبوت هيلينج، تمام. هاجي هغير السبوت هيلينج للهيلينج براش تول. الهيلينج براش تول تول جميله جدا جدا جدا. بمجرد ما بكليك في مكان، يعني المكان ده هو شبه المكان ده، فانا هكليك في مكان وهاخد سامبل. انا دلوقتي اخدت سامبل من المكان اللي فوق، تمام، وهبتدي ادراج. اوكي، خد بالك كده، انا الاريا بتاعتي بقت بعيده شويه، المفروض ان انا اخد سامبل من بعيد شويه وابتدي اشتغل، فهو يضيف لي المكان ده هنا. اوكي، اوكي، انا هسامبل المكان ده. اوكي، عشان الموضوع ما يتلخبطش منك، كل ما بتشتغل سامبل مكان تاني بحيث ان انت تقلل نسبه الخطا بتاعك، تمام. انا برضو هسامبل مكان تاني. خد بالك ان احنا هنخش في درجه لون اغمق، المفروض ان احنا نسامبل اللون الاغمق ونبتدي نشتغل. اوكي، اعتقد كده بقت كويسة. هرجع للزومينج تول تاني، هكليك فيتن سكرين ولا كأن كان في حاجة. فاضل التانية هنا. اوكي، دي انا هاخدها بستايل تاني خالص، تمام. انا هاجي بتول تانية اللي هي الباتش تول، وهاجي هعمل سيليكشن كأني بعمل سيليكشن باللاسو تول، تمام. انا عملت السيليكشن بتاعي وهخلصه اهو كده، تمام. بقى عامل لي سيليكشن.
السيلكشن ده بمجرد ما همسكه وادراجه في مكان تاني، بص اللي انت شايفه ايه اللي بيحصل، انا بعمل ميرورينج للمكان الجديد هيخش في مكان المكان القديم. تمام، هعمل ميرورينج لحد ما الحروف تبان. لا انا بس كده كده كفايه. اوكي بس هسيبه في مكانه، هعمل كنترول ودي. اوكي ادي مشكله تانية اتحلت. في بقى جزء تاني وده للاسف انا مش هشتغل عليه دلوقتي، اللي هو الريد اي تول. الريد اي تول لما بتشتغل بتاخد كابتشر بديجيتال كاميرا او بكاميرا عاديه حتى، بس معظم الموضوع ده بيحصل مع ديجيتال كاميرا بالذات، ان الديجيتال كاميرا بتطلع سبوت حمراء جوه العين بتاعت البني ادم. فبمجرد ما بتكابتشر حد بديجيتال كاميرا او بتبقى واخد صورة من ديجيتال كاميرا، الصور العين بتطلع عين حمراء، يعني نسبتها مثلا 30% او اقل، بس غالبا بتحصل. بمجرد ما بيحصل ريفليكشن جوه العين الكاميرا ما بتقدرش تعبر عن اللون فبتحط لون احمر. اوكي ودي الريد اي بتستخدم معاها على طول. دلوقتي هسيبك تلعب مع الهيلينج تول. تمام، شوف صورة اشتغل عليها وجرب معاها واشوفك مع طول تاني.